مساء الخير مشاهدينا، مساء الابتسامة والسعادة، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الظفرة. واليوم بنفتتح الحلقة بمقولة لشمس التبريزي، وهي: كيف يمكن للبذرة أن تصدق أن هناك شجرة ضخمة مخبأة بداخلها؟ ما تبحث عنه موجود بداخلك. هالمقولة استوقفتني، لأن بالفعل دائما لدينا طاقات وإمكانات وقدرات تحتاج فقط أن نكتشفها. فانطلق باتجاه القمر، وحتى إن فشلت فإنك ستستقر بين النجوم. واليوم ويانا فقرات متنوعة وغنية، بنبدأها بأبرز العناوين: المنشطات والمكملات الغذائية، ما هو الجانب الحقيقي لها؟ في صحة أسنانك، الفينير واللومينير والفرق بينهما. سفاري دبي تنطلق في موسمها الجديد. لا يوجد شك أن المنشطات بكافة أنواعها أصبح لها نصيب الأسد من الاستحواذ على عقول وتفكير الشباب. أنواع جديدة تظهر يومياً في الأسواق، منها الدوائي أو غير الدوائي. هناك الطبي الذي يقدم العلاج، ولكن هناك أيضاً الوهمي الذي يعتمد في بيعه على الترويج الإعلامي فقط. إنما في الواقع مضاره أكثر من منافعه. نتابع. يقبل الشباب على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية لبناء جسم مفتول العضلات دون استشارة الأطباء، غير واعين للأضرار الصحية الجسيمة التي يتعرضون لها، والتي تتسبب بمشاكل صحية يصعب التخلص منها. ربما تكون رياضة كمال الأجسام والقوة البدنية من أكثر الرياضات انتشاراً وشيوعاً بين الشباب، وذلك لتكوين جسم بعضلات بارزة بوقت سريع، حيث أصبح هذا الدافع الكبير وراء لجوئهم إلى البروتينات غير المعروف مصدرها أو على ما تحتوي عليه من مكونات وقد تكون غير صالحة للاستخدام، وتجلب من شركات غير معترف بها دوليا لتحقيق ربح تجاري فقط دون الاكتراث بصحة الإنسان. للأسف أصبح الإقبال عليها ظاهرة بارزة، وذلك من دون الحرص والتأكد منهم على صحة المواد المباعة. المكملات الغذائية حال أنها سليمة ومدة صلاحيتها سارية مع المتابعة من الأطباء والمدربين، لا تشكل خطراً إلا حال أخذها بكميات كبيرة، لكن في حال أنه تم أخذها وهي منتهية الصلاحية تشكل خطراً كبيراً على الجسم، فهي تؤثر بشكل كبير على الكلى والكبد. ففي الفترة الأخيرة أصبح هناك الكثير من الأماكن التي تعمل على تصنيع المكملات الغذائية المغشوشة وبيعها للمتدربين، وتعمل هذه الأماكن على تقليد شكل المنتجات الأصلية، ما يتسبب في انخداع الكثيرين وشرائها على أنها سليمة، وما يتسبب أيضا في أضرار للمتدرب حال أخذها، والتي تصل إلى الفشل الكلوي في كثير من الحالات. وأرحب بضيفي في الاستوديو دكتور محمد سعيد، أخصائي التغذية. يا هلا ويا مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. بنتكلم عن الهرمونات، المكملات، الفيتامينات، صحيح. كل هذا سوالف، ولكن نبغى نعرف منك إن شو المنشط الغذائي، شو الهرمون الغذائي، مكملات الغذائي، في فرق بينهم؟ فرق كبير في الحقيقة، بس مبدئيا الأول هي اسمها مكملات غذائية، فلازم الأول تكون الغذاء بشكل سليم. فاحنا في الحقيقة بنعالج الأول المعدة، وبنشوف إيه بالضبط المعدة وامتصاصها عامل إزاي، وعلى أساسه بنقرر هل إحنا هندي مكملات غذائية أو لا. المنشطات والهرمونات والحاجات اللي بتاخد أكتر حاجة في الجيم والناس بتاعت الرياضة دي حاجات خطيرة جدا، ولازم تتاخد تحت إشراف الطبيب، ده لو في الحقيقة الجسم محتاجها أصلا.
إذن أولاً الغذاء يكون سليم. مزبوط. لأن المكملات الغذائية هي ليست لاستبدال الغذاء وإنما لتكميل الغذاء. الله يبارك لك فعلاً. ومنها الفيتامينات. مزبوط. نشوف إن كثير من الناس يأخذون فيتامينات متنوعة ولكنهم ما عندهم نقص في الفيتامينات. صحيح. فبالتالي ما نحتاج فيتامينات. مزبوط. أما المنشطات أو الهرمون الغذائي فهو شيء مختلف تماماً بنتكلم الحين عنه. حلو. أنا يعني أخذ المعلومات واحدة واحدة سبت أعرف كل شيء على الموضوع. طيب. إنزين المنشط أو الهرمون الغذائي هل له أنواع؟ المنشطات أنواع كثيرة. المنشط المكمل الغذائي الأول إحنا تكلمنا إن المعدة لازم تكون سليمة عشان تمتص المعادن والفيتامينز اللي بناخدها عن طريق الأكل، عن طريق الخضار، عن طريق البروتينات زي اللحوم والخضار وغيره. ولكن في الحقيقة بعض الناس امتصاص عندهم صعب. والشباب اللي هو في سن صغير من سن 20 لـ30 يبقى عايزين يكبروا في العضلات شوية أو كذا، فبياخدوا البروتينز اللي هي فيها أمينو أسيدز اللي هي بتبني العضلات، اللي هي بتكبر حجم العضلات. في الحقيقة وجود الأمينو أسيدز اللي هي الأحماض الأمينية دي موجودة في الأكل بشكل طبيعي وبشكل يومي، لكن ممكن الزيادة فيها إذا كانت حالة الاستومك اللي هي المعدة هي حالة سليمة لامتصاص هذه الأمينو أسيدز اللي موجودة. المكملات الغذائية بما فيها كمان بعض الفيتامينز اللي بتساعد الإنزيمات بتاعة المعدة على امتصاص الأحماض الأمينية لبناء العضلات. كل ده كويس. المشكلة في حاجتين، والمشكلة دي ممكن تكون كبيرة جدا عند بعض الناس الرياضيين، ان هما بيستخدموا حاجات قبل ما يلعبوا رياضة، والحاجات دي زي بتبقى فيها هاي كافيين، الكافيين اللي هو زي اللي بنشربه في القهوه وكده، فهي تكون كافيين شوتس او يعني جرعات مركزه من الكافيين. دي حاجه خطيره جدا لان في الحقيقه بتدي بوست للجسم بشكل رهيب، فبيبقى الشاب داخل عايز ياكل الجيم يعني زي ما بيقولوا، وده خطر جدا على القلب وبيسبب حالات كتيره بتحصل لوفاه مفاجئ بعد الجيم بسبب الحاجات اللي زي دي. نعم، هذا نوع من انواع المنشطات. هل في انواع غير الكافيين؟ في كمان مشاكل كتيره بتحصل من مثلا الرياضيين اللي هم البروفيشنال قوي اللي بياخدوا بقى هرمونات زي الجروث فاكتور، جروث هرمون، زي الانسولين، ستيرويدز. الحاجات دي خطر جدا تتاخد بعدم اشراف طبيب، ده حاجه مشكله كبيره جدا. اذا نقطه مهمه جدا، هذه الاشياء لازم تكون تحت اشراف طبيب. صحيح. إذا ما كانت تحت إشراف الطبيب بيكون عنده الكثير من المضار وممكن حتى تودي بحياة الشخص اللي ياخذ هذه المنشطة. عندنا أمثلة كتير لبعض الفنانين اللي توفوا مرة واحدة وبعض الناس المشهورة. نعم. اللي توفوا مرة واحدة وكان سببها جلطات بتحصل مرة واحدة في القلب يسبب الوفاة في الحال. لأن كمان السكر في الدم بينزل ليبقى زيرو ممكن، أو ساعات الناس بتاخد إنسولين على أساس أن السكر هيروح للعضلة، هو للأسف السكر بيبقى زيرو وبيتوفى. الدكتور أيضا قرأت الكثير من المقالات وصححني إذا كان غلط أو الأخبار، إن الرجال ممكن يتأثروا بهذه المنشطات والهرمونات خصوصا. صحيح. حتى النساء. صحيح. ولكن عند الرجال ممكن تودي إلى تقليل فرص الأنجاب، هل هذه المعلومة صحيحة؟ صحيحة إلى حد ما. بعض الهرمونات اللي بتصنع اللي هي synthetic hormones بيسموها زي التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة، ولكن هو موجود في الإناث وموجود. نعم. في الذكور، ولكن بعض هذه الهرمونات اللي هي زي التستوستيرون وجودها بشكل عالي جدا بيسبب مشاكل في البروستات، ممكن البروستات حجمها بيبقى يزيد وبيحصل لهم مشاكل في الإنجاب. ولكن في الحقيقة عشان برضه أبقى منصف، إن بعد سن 30 إن growth هرمون والهرمونات عموما بتقل إفرازها من one fold two folds يعني أكتر من الضعف اللي الجسم أصلاً بينتجه. الحقيقة إحنا كأطباء في تجديد الخلايا وتحسين الصحة العامة ورفع كفاءة الجسم المستوى الأعلى دايماً بنقول للناس إن في بعض الحاجات البسيطة زي المعادن زي الفيتامينز وزي بعض التمرينات اللي هي بتعمل في مدة 15 دقيقة كمان النوم بتزود جداً إفراز الهرمونات دي بشكل طبيعي. الجسم لما بيفرز الهرمونات دي بشكل طبيعي الجسم بيستفيد منها. لكن حضرتك لما بتاخدي الهرمونات دي من بره عن طريق انجكشنز او كده، للاسف الهرمون ما بيفرقش ما بين الخلايا السليمه والخلايا الغير سليمه، فبيكبر كل العضلات ومنها عضله القلب. عضله القلب لما بتكبر بتبقى مشكله كبيره جدا، وكمان الخلايا السرطانيه الخامله لما بيوصلها هرمونات زي كده للاسف بتكبر وبتعمل مشكله اكبر بكتير.
كثير من الآثار الجانبية اللي هي طبعًا مخيفة وخطرة طبعًا صراحة دكتور. شو بالنسبة للإدمان، هل ممكن يعني ينتج عن استخدام هذه المواد أو تعاطي هذه المواد إلى إدمان؟ في الحقيقة هو المشكلة في بعض الهرمونات اللي بتتاخد عن طريق غير الطبيب، يعني للأسف هي بتدي شكل كويس جدا بس الصحة العامة بتبقاش كويسة، فالشباب بيبقوا بيدمنوا الموضوع ده، اللي هو بعد مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث سنين بيكررها. والمشكلة الأكبر إن بعض الشباب اللي بيدربوا في الجيم بياخدوها من مصادر غير معلومة. والحقيقة أنا بوجه رسالة للشباب، ورسالة مهمة جدا، من فضلك ما تاخدش أي حاجة إلا تحت إشراف الطبيب. جميل جدا، هي للطبيب. اوكي، هقول لحضرتك ده حتى الاطباء مش مدربين ان هم يدوا الهرمونات دي الا جزء صغير من الاطباء اللي دارسين الموضوع بطريقه علميه جدا. هل له اسم لهذا التخصص؟ يعني اذا انا الحين ابغى اصير الدكتور، كيف اختار الدكتور اللي يناسبني؟ الدكاتره اللي بيشتغلوا في الاندوكرينولوجي اللي هو علم الهرمونات هم دكاتره اللي بيعالجوا الغده الدرقيه والدكاتره. نعم. كمان في اطباء اللي بيشتغلوا في الطب الرياضي عندهم برضو معلومات كافية، والأطباء اللي بيشتغلوا في الطب التجديدي زينا، الطب التجديدي اللي هو فيه طب لايف ستايل ميديسن وريجينيراتيف ميديسن والأنتي ايجينج. جميل جدا، كلام جميل جدا. نسير للطبيب، أنا سرت للطبيب. أغلب الكلام اللي قلت لنا عنه دكتور محمد إن كل الأشياء هذه ممكن ناخذها من التمارين الرياضية والغذاء صحيح السليم صحيح. قررت أني أسير الدكتور سبت أشوف إذا أحتاج أي هرمونات منشطات مكملات. شو الفحوص اللي تم اللي تحدد أن هذا الإنسان يحتاج إلى هذه المواد؟ سؤالك مهم جدا، وباختصار شديد الموضوع مش سهل. الهرمون ده هرمون حساس جدا، يعني معنى أصح الكورتيزول مثلا بيزيد جدا الصبح وبيقل جدا بالليل عشان تعرف تنام. العكس والميلاتونين مثلا الصبح بيبقى قليل بس بالليل بيتفرز بطريقة عالية عشان تنام. فحضرتك عشان تعرفي بالضبط نسبة الهرمونات في جسمك لازم بيبقى فيه تحليل معين، يعني بناخد فيه عينة مثلا من البول بتتجمع لمدة 24 ساعة وبنقيس فيها النشاط الهرموني اللي بيحصل على مستوى اليوم كله، وعلى أساسه بنحدد هل فعلا المريض ده محتاج هرمونز ولا لا. ده من الجزء الناس الأصحاء اللي مش باين عليهم أعراض كتير، بس ممكن أعراضها تكون مثلا العجز أو أعراضها تكون ان طاقته قليله جدا. ولكن المشكله الاكبر اللي بتحصل لبعض الاعراض الكبيره اللي هي ممكن مثلا لشاب صغير ما بيطولش مثلا عشان الجروث هرمون بتاعه قليل. فالمهم الهرمونات حساسه جدا وليها اطباء زي ما قلت حضرتك. اكتر التحليل اللي بيفيد فعلا التحليل اللي بيتجمع فيه ال 24 ساعه، وبنعرف النشاط الهرموني في كل الهرمونات عامله ازاي، وعلى اساسه بنحدد ايه هو حاجه اسمها البايو ايدنتيكال هرمونز اللي هي الهرمونات الغير مصنعه. إذن هو لا نحتاج إلى هذه المنشطات أو المكملات أو أي منها إلا إذا بالفعل الجسم لا يستطيع أن يفرزها. أي شيء زيادة ممكن يؤدي إلى زيادة العضلات، ومنها عضلة القلب، ومنها ما إلى آخره اللي تكلمنا عنه. ننتقل إلى المكملات الغذائية. المكملات الغذائية قلنا ما نحتاج لها إلا إذا مثلاً يعني موجودة تماما في الغذاء السليم. صحيح. والمكملات الغذائية ممكن أن نستخدمها إذا عندنا نقص مثلا في الفيتامينات. صحيح. هل لها آثار جانبية؟ يعني مثلا أنا ما عندي نقص في فيتامين دال وصرت أخذت فيتامين دال، هل ممكن أن يكون آثار جانبية لزيادة أخذ هذه المكملات؟ الفيتامينات في الحقيقة بتتقسم لنوعين، الفيتامينز اللي هي الفات سولوبل فيتامينز والووتر سولوبل فيتامينز، يعني الفيتامينات اللي هي بتذوب في الدهون وفيتامينات بتذوب في الماء. يعني اللي بتذوب في الدهون زي A, D, E, and K، أربع فيتامينز مهم جداً أنت تعرفي نسبتهم قد إيه في الجسم، عشان لما تقرري تاخدي فيتامينز أنت عندك أصلاً فيهم قليلين أو deficient، ساعتهم الدكتور بيقول لحضرتك تاخدي بالضبط قد إيه في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر. الفيتامينات الثانيه اللي هي الووتر سولوبل فيتامينز، وهي معظم الفيتامين زي فيتامين سي واي وكثير من الفيتامينات البي 1 بي 6 والبي 12، دول في الحقيقه من السهل جدا الجسم يتخلص منهم عن طريق الكدني. دول بالنسبه للفيتامينات المهمه جدا اي دي اي ان كي، دول لازم تبقى عارفه نسبتهم قد ايه بالظبط. حاجه ثانيه للاسف المعادن مظلومه جدا مع الفيتامينز، لان المعادن مهمه جدا، منها حاجه اسمها التريس مينرالز، دي موجوده في التربه الغنيه، يعني لازم تربة الأكل تكون غنية من النباتات، وحتى الحيوانات تتغذى على النباتات دي لازم الجسم يحتاجها،
للأسف إن بعض أو كثير من الدول دلوقتي التربة بتاعتها بقت فقيرة، فإحنا بنحتاج بشكل يمكن أسبوعي أو شهري لبعض الفيتامينز والمعادن بشكل دوري، ولكن أيضا تكون تحت إشراف الطبيب. أي حاجة لازم تكون تحت إشراف الطبيب. هذه أهم معلومة بناخذها اليوم من هذه الفقرة، كل شيء تحت إشراف طبيب. أكيد. بالفعل يعني نشوف الكثير من الناس اللي تنصح أو والله أنا جربت هذا الفيتامين، طول شعري، استوى شيء، الأظافر، ما إلى آخره، وفي النهاية يكون منها الأثار الجانبية والأشياء اللي تكلمت عنها دكتور. بالنسبة للمرأة والرجل، كل واحد مثل ما قلت عنه هرمونات بنسب مختلفة وما إلى ذلك. صحيح. يعني الوظائف الحيوية لجسم المرأة مختلف عن الرجل. صحيح. هل أيضا هذا الشيء أثر على المكملات أو المنشطات اللي كل واحد منهم يأخذها؟ أكيد، لأن السيدات بعد عمر معين بيوصلوا لمرحلة أن هم بيقدروش ينتجوا نفس الهرمونات اللي هم كانوا بينتجوها في أيام الشباب، فساعتها في نوعين مهمين جدا من الفيتامينات والمعادن لازم السيدة بتاخدها مثلا عشان الإفراز يكون على الأقل فير، يعني يكون عادل إن هي تقدر تمنتين حياتها من غير أعراض جانبية. ونفس الكلام بالنسبة للرجال، بعد سن مثلا 40 و50 بيبدأ حاجات كتير قوي بتقل، ساعتها الجسم فعلا بيحتاج لمعادن وفيتامينز اللي هم بيساعدوا على امتصاص الفيتامينز وتنشيط الهرمونات اللي بتتفرز عن طريق الغدد الصماء. نعم دكتور محمد، في نهاية هذا اللقاء هل عندك أي نصايح لمشاهدينا فيما يخص المنشطات والهرمونات وأيضا المكملات؟ النصيحة غير أن تحت إشراف الطبيب. النصيحة احنا قلناها أن تحت إشراف الطبيب. نعم. النصيحة الثانية أقول أن لازم نهتم الأول بالمعدة وكفاءة المعدة والامتصاص المعدة، وقبل ما تاخد مكملات غذائية أنت محتاج أن أنت تاكل أصلا أكل صحي وبعد كده تاكل مكملات غذائية. وآخر نصيحة بنصحها لكل الناس، يتمنى دي توصل لكل الناس، إن الصيام هو أفضل حاجة لتجديد الخلايا. جميل جدا، شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا يا بتهالة، جدا أنا معاكم وشرف كبير جدا، ونتمنى نكون أفادنا المشاهدين النهاردة. جدا شكرك. شكرا لك. شكرا. ومواصلين وياكم مشاهدينا بعد الفاصل. في صحة أسنانك، الفينير واللومينير والفرق بينهما. سفاري دبي تنطلق في موسمها الجديد. وصلنا مشاهدينا لفقرة تواصل وتفاعل، وبدايتنا مع فعاليات معرض أبوظبي للصيد والفروسية اللي مستمرة في يومها الأخير، واللي شهد زيارة خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجول سموه بمرافقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الأجنحة المختلفة للمعرض. واستمع سموه من المشاركين والقائمين على المعرض إلى التطور اللي شهده على مدى الأعوام الماضية والأنشطة والفعاليات المتنوعة اللي قدمها، وغرد سموه عن الحدث ماضون على نهج زايد في الحفاظ على استدامة التراث بجوانبه المادية والمعنوية ليبقى ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية. والحين نشوف لقطات من الزيارة في هالفيديو. وحضر سموه أيضا الأسبوع الماضي مراسم اليمين الدستورية لمعالي الوزراء لحكومة الإمارات بالتشكيل الوزاري 16، بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة ونحترم دستور الاتحاد وقوانينه. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضي. وضمن جهود القيادة الرشيدة وسعيهم الدائم للوصول أعلى المستويات، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ في دبي حفل تدشين غرفة العمليات المركزية ضمن منظومة العمل الأمني بإدارة أمن المواصلات في دبي والمجهزة بأحدث تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لمركز الاتصال الموحد ومركز دعم اتخاذ القرار. منصور بن محمد إلى جميع الدوريات، كيف تسمعوني يا جد؟ شكرا سيدي سمو الشيخ منصور على هذا التشريف. مشكورين مشكورين يا شباب. وفي ظل السعي الدائم وترسيخ الخطط لتكون أبوظبي مركزا لصناعة الثقافية والإبداعية، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بالمهندس المعماري العالمي فرانك جيري، وذلك خلال زيارة سموه مشروع متحف غوغنهايم في جزيرة السعديات بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، حيث تقوم الدائرة بالتعاون مع مؤسسة سالمان آر غوغنهايم بتطوير المتحف ليصبح جزءا من المشهد الفني والثقافي المزدهر في أبوظبي. ونختم جولتنا بخبر نجاح تجربة إنتاج الخلايا المناعية المبرمجة اللي قام بها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لتتقدم الإمارات بهذا النجاح خطوة أخرى من بدء التجارب السريرية لإثبات سلامة هذه التقنية لعلاج سرطانات الدم. والمزيد من الفقرات في هذه الحلقة بعد الفاصل. في صحة أسنانك، الفينير واللومينير والفرق بينهما. الحياة الأسرية وضغوط العمل معادلة تحتاج للتوازن.
واليوم ضفنا لكم مشاهدينا فقرة خاصة أسبوعية عن صحة الأسنان مع الدكتور حمدي البنا لنكتشف سويا سر الأسنان الصحية الجميلة، واليوم بتكون عن الفينير واللومينير والكراون. نتابع. كل حلقة موضوع بهم المشاهدين. يوم موضوعنا عن اللومينير، فينير والتلبيس. منبلش باللومينير. اللومينير هي عدسات تنلزق على أسنان بدون أي تحضير، حسناتها إنه المريض بيقدر يشيلها ساعة البد ويرجع على أسنانه الطبيعيات. هي بتحسن جمال الأسنان، بتحسن البسمة، وفينا نعملهم أفتح أكيد مثل العادة. أكثر الأوقات المرضى بيطلبوا هالشي. سيئاتها انه بده ينتبه كثير المريض بالاكل، فيهم يوقعوا وينكسروا كثير اوقات اذا ما انتبه بالاكل، اذا اكل بزر، اذا اكل جزر، اذا اكل تفاح بده يقص التفاحه، بدهم انتباه كثير. اذا المريض بيتقبل هالشيء وما بده يبرد سنينه، هيدا حل له. الحل الثاني هو الفينير. الفينير بده ينبرد شوي من سنين تنعمل بسمه هوليوود مثل ما بنقول، تنحسن جمال السنين، تنحسن لونهم، كل هالاشياء. هلا الفينير كمان بدهم انتباه، بس مش قد اللومينير. كمان معرضين للكسر، كمان معرضين يوقعوا اذا المريض مثلا صار يكسر بزر على اسنانه، اذا صار يكدش شيء قاسي. بس بالاجمال اذا بعيش حياته طبيعيه ما في اي اشكال بالفينير، الفينير كثير منيح. الكراونز هي وقت اللي بيكون في حالات كثير كبيره ومستعصيه ما بتنحل بالفينير وما بتحل باللومينير، بيضطر الحكيم يبرد سنين تعلي عضه مثلا تيغير شكل جزري للسنين. كمان بتحل مشاكل الجماليه والطبيه للمريض. هلا الفينير واللومينير والكراون اذا ما عملوا مزبوط بيعملوا التهاب لسه. دونك اذا نحن عملنا اي تريتمنت وفي دم على اللسه لازم نروح نراجع حكيمنا تنشوف شو المشكله. هلا بذات الوقت التلبيسات او الفينير او اللومينير اذا مش معمولين مزبوط بيطلعوا ريحه تم. كمان هولي كلهم قد ايه بيضاينوا؟ بالمبدا اللومينير والفينير بيضاينوا تقريبا من 7 سنين ل 15 سنه، الكراون بيضاينوا من 10 ل 20 سنه. بس كل حاله هي اللي بتحدد اذا كان فينير او اللومينير او كراون. مثلا اذا بدنا نعلي العضه ما فينا نعلي عضه بالفينير، بنعلي العضه بالكراون. اذا كان بس شكل سنين بدي غيرهم وسنين مصفوفين منيح، الفينير بيكون الأحسن. إذا أنا ما بدي دق بسناني مثل ما قلنا وسنين صفتهم كتير منيحة بس بدي كبرهم شوي، بدي جملهم عملهم أبيض أكتر، اللومينير هو حل لهم. دونك كتير مهم نعرف إنه هيدا القرار راجع للحكيم. بس مجرد ما حطينا التلبيس فينير أو لومينير هيدا ما بيمنع إنه لازم فرش سناني 2 ل3 مرات بالنهار. استعمل خيط كل يوم وروح عند حكيم كل 6 شهور للفحص. والآن مشاهدينا مع معلومة غذائية جديدة، الإفطار والفطور الصحي في التقرير التالي. موضوعنا اليوم وايد مهم لأن عن وجبة الفطور الصحية، وللأسف يوجد مجموعة كبيرة من اللي يهملوها وأسبابهم إن ما عندهم وقت أو ما يشتهوا الأكل في بداية اليوم. خلونا نتعرف على أهمية هالوجبة لأن يمكن تغيروا رأيكم وتلتزموا فيها. وجبة الفطور من أهم الوجبات للصغار والكبار لأنها تزود الجسم بالطاقة اللازمة وتخفف الإحساس بالجوع، وبالتالي تناول كمية من الطعام أقل على الغداء، وهالشي جدا مهم للناس اللي يبوا ينزلوا من وزنهم، بالإضافة أنها تساعد الذهن على التركيز والفهم وتمنح الجسم حيوية ونشاط.
وعشان تكون وجبة الفطور صحية لازم تحتوي على الكربوهيدرات الصحية مثل الخبز الأسمر والحبوب الكاملة اللي تعطي جسمنا طاقة، والدهون الصحية والألياف اللي تزيد من الشعور بالشبع مثل الأفوكادو والزيتون والخضروات والفواكه، والبروتين المهم لبناء العضلات والمحافظة عليها نفس البيض، ومنتجات الألبان نفس الحليب. لازم ما تحتوي على مقالي أو لحوم مصنعة. والناس اللي ما تحب تاكل الصبح أنصحهم إنه يبدأوا بوجبة خفيفة ويأجلوا الفطور لبعد ساعتين، مثلاً يبدأوا بفواكه أو تمر أو مكسرات أو حليب، وابدأوا عودوا عماركم بشيء بسيط، وبعد فترة بتدمنوا وجبة الفطور وبتتفننوا فيها بعد إن شاء الله، لأن بتحسوا بالفرق. ومواصلين وياكم مشاهدينا بعد الفاصل. سفاري دبي تنطلق في موسمها الجديد. أجواء رائعة وجميلة تتميز بها دولتنا في هذا الوقت من العام، وهو ما يشجعنا على قضاء الإجازات في المرافق الخارجية للتمتع بجمال الطقس وروعة الأماكن الترفيهية اللي تتميز بها إمارة دبي، تلك المدينة السياحية ذات المعالم الفريدة. وتعتبر سفاري دبي إحدى هذه الوجهات الهامة والتي عادت بموسم جديد مع عناصر أكثر تشويقاً وجذباً، وتنقلك في عوالم مختلفة بشكل جديد وهادف. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. دبي هي وجهة سياحية عالمية يقصدها الزوار من كل حدب وصوب لقضاء وقت ممتع وجميل. ومن الأماكن السياحية والترفيهية البارزة في الإمارة حديقة سفاري دبي، تعتبر من أهم نقاط الجذب السياحي بما تقدمه من فرصة للاقتراب من الحياة البرية ضمن أجواء آمنة، وتمنح للزائرين من مختلف الأعمار في خوض تجربة ترفيهية تثقيفية شيقة، ويقوم عليها فريق متخصص من الخبراء والفنيين أصحاب الخبرة في مجال الرعاية والحفاظ على الحياة الفطرية. يشهد الموسم الجديد لدبي سفاري بارك الذي انطلق في 27 من سبتمبر هذا العام بوجود مجموعة من العروض المتنوعة والفريدة والتي تتميز بها الحديقة لما تحتويه من أنواع مختلفة وكبيرة من الحيوانات، ما يقارب 2500 حيوان من شتى بقاع الأرض اجتمعوا في مكان واحد يؤمن لهم بيئة طبيعية مفتوحة في الهواء الطلق. حديقة سفاري دبي، هذه الوجهة الترفيهية والتعليمية الفريدة من نوعها التي تضم عدة مناظر طبيعية تعجب الزوار وتجعلهم يفكرون في الرجوع لزيارتها مرة أخرى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف ويانا في الاستوديو السيدة منى الهاجري رئيس قسم دبي سفاري بارك. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذة منى. حياك الله. الله يحييك. ونحن شفنا انطلاقة جديدة وموسم جديد لدبي سفاري بارك، انطلاقة جدا جميلة، فعاليات وأنشطة، كيف تم الاستعداد لهذا الموسم؟ طبعا مستعدين احنا حاليا لاستقبال زوارنا على بعد ما غطينا تقريبا 3 شهور، ونحن بكامل تجهيزاتنا لاستقبال زوارنا في الموسم الجديد عن طريق عروض حية في مسارح دبي سفاري بارك، بالإضافة إلى حيوانات جديدة قمنا بعرضها لزوارنا الكرام. نعم، والزوار أو يوم نقول عن الجذب السياحي فهو ليس فقط من الزوار من خارج البلد، وإنما هي جذب سياحي لكافة الشرائح، منها المقيمين، المواطنين، الزوار من خارج البلد. شو تشوفين أستاذة منى أن المميز في دبي سفاري بارك اللي يؤدي إلى هذا الاهتمام الكبير من جهة أو من قبل الجميع
زيارة دبي سفاري بارك؟ في البداية نقدر نقولكم أن دبي سفاري بارك تعتبر موطن لما يقارب 3000 حيوان قمنا باستيرادها من شتى أنواع من أنحاء العالم. هذه اللي جعلتها تكون مميزة ونقطة جذب سياحية للعوائل والسياح. تضم دبي سفاري بارك 3 قرى رئيسية، هي القرية الإفريقية والقرية المستكشف وقرية الأسيوية، بالإضافة إلى جولة سفاري صحراء العربية ورحلة سفاري المميزة، بالإضافة إلى منطقة الوادي ومزرعة الأطفال، المنطقة المخصصة خاصة لأطفالنا الأعزاء. خبرينا أكثر أستاذة منى عن هذه المنطقة المخصصة للأطفال، شو يميزها عن المناطق الثانية الموجودة في دبي سفاري؟ هذا جزء كامل خصصناه لأطفالنا لأن يقدرون يعيشون الأجواء مع الحيوانات، لأن يشوفونهم بالقرب من حظايرها وبالإضافة إلى لمسها، وهي نعرض فيها الحيوانات المزارع مثل الأرانب والبط والدجاج والسلاحف، بالإضافة عندهم تجربة الإطعام الطيور في قفص الطيور، يعني وهي الحيوانات الأليفة هي تناسب الأطفال. أيضا في مناطق خدمات، يعني دبي سفاري بارك فيها الكثير من الأشياء المتنوعة الترفيهية والثقافية، ولكن أيضا اللي هي مخصصة للخدمات، شو بالنسبة لهذه المناطق؟ في دبي سفاري بارك عنا لازم نوفر جميع الخدمات لزوارنا على أساس أن يكونون في وقت مستمتعين معنا في الجولة. عنا 4 مطاعم كبيرة في دبي سفاري بارك، بالإضافة إلى 26 عربة طعام، وهذا لإرضاء جميع الأذواق، بالإضافة إلى محل الهدايا التذكارية الذي خصصت هداياها فقط لزوار دبي سفاري بارك. نعم، وأيضاً اللي يميز دبي سفاري بارك اللي هو الطراز المعماري، مثل ما قلتي أستاذة منى أنه في قرى مختلفة الأفريقية الآسيوية ما إلى آخره، وكل واحدة تحمل طابع مختلف صحيح يناسب الثقافة. ممكن تخبرين أكثر عن هذه المعالم المعمارية الجميلة اللي تميز دبي سفاري؟ مثال أعطيك إياها القرية الأفريقية اللي فيها الطابع الأفريقي، بالإضافة إلى الحيوانات اللي جلبناها من جنوب أفريقيا. القرية الآسيوية فيها الطابع الآسيوي وفيها الحيوانات اللي تخص القارة الآسيوية، يعني الواحد يحس عمره كأنه يزور هذه القارة. نعم. بمختلف أشكالها، إن كان بالطراز المعماري أو الحيوانات اللي موجودة فيها، فيعيش التجربة بكل يعني تفاصيلها. جوانبها صح. جميل جدا. أيضا الشيء اللي شفته في دبي سفاري إنه أنا مو بس أشوف الحيوانات بل أيضا أتعلم عن الحيوانات، صحيح هنالك تجربة ثقافية تعليمية غير مثلا المعلومات اللي تكون موجودة أمام الحيوانات، هنالك شرح لهذه الحيوانات صحيح؟ زين، نحن تعتزم دبي سفاري بارك لتحقيق رؤيتها، وهي نشر الوعي في مجتمعنا عن الحياة البرية والاستدامة فيها. نعم. فريق التعليم في دبي سفاري بارك يعمل على تطوير وتنفيذ هذه البرامج التعليمية الخاصة لكافة الأعمار، بالإضافة إلى البرامج الدراسية لطلابنا والمعسكرات لأطفال في مختلف المواسم. جميل. وحاليا احنا شغالين على المخيم الشتوي بإذن الله، وبنصرح عنها قريبا. وهل هو لفئة معينة من الأعمار؟ نعم، من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. يعني إحنا ما بنروح نسير هالأنشطة. أنا أحب أن الموضوع التعليمي والتثقيفي جدا مهم، لأن بالفعل الوعي ودولة الإمارات تولي اهتمام كبير في موضوع الاستدامة والحفاظ على الحياة البرية وكمية المحميات اللي موجودة، وأيضا اهتمام دبي سفاري بارك بصحة وأمان الحيوانات الموجودة. نشوف أيضا أنه بيكون في حيوانات جديدة في هذا الموسم انضمت إلى عائلة دبي سفاري بارك. دبي سفاري بارك من رؤيتها الحفاظ على هذه الحيوانات، وخاصة الحيوانات المهددة بالخطر والانقراض. نحن في دبي سفاري بارك نقوم بتنفيذ البرامج الإكثار وبرامج الإنقاذ، بس على أساس أن أوضح نقطة أن حتى المعارض اللي نعرض فيها حيواناتنا مشابهة للبيئات الطبيعية. صحيح. هذا نضمن الحياة أفضل لهذه الحيوانات.
صحيح. هل بنشوف حيوانات جديدة في هذا الموسم؟ بإذن الله. حالياً حيواناتنا بانتظار زوارنا من الحيوانات السعدان السنجابي والجيبون مون، الذئب العربي، والأول مرة في دبي سفاري بارك في موقعها في معرضها الجديد، وهي تعتبر الجزيرة أكبر جزيرة حالياً في المنطقة، وبالإضافة إلى جيبون الشمالي الأبيض، وباقات جديدة في دبي سفاري بارك بانتظار زوارنا مثل باقة ملك سفاري وباقة خلف الكواليس، بالإضافة إلى باقة الإفطار مع الطيور. شو هذه الباقات خصوصا خلف الكواليس؟ أوكي. خلف الكواليس هي باقة اللي يحب يشوف كيف الفريق رعاية الحيوانات يقومون باهتمام بحيواناتنا. جميل. خلف جداً. الكواليس. نعم. مثل عناية بالفيلة وتنظيفهم، كيفية إطعامهم، تدريبهم. فهني نعطي شوية خصوصية لهالزائر إنه يقدر يشوف هالأشياء اللي ما يقدر الزائر العادي يشوفها. سؤال المرة الجاي باخذ باقة خلف الكواليس. حياتي أي وقت. الله يحييك. أيضا نشوف أستاذة منى، غير هذه التجربة اللي هي تجربة ثقافية الترفيهية التعليمية ويا الحيوانات، في أنشطة ثانية، في عروض ترفيهية من مختلف الثقافات، صحيح؟ عندنا عروض حية لحيواناتنا في مسارح دبي سفاري بارك، تقريبا 5 عروض يوميا نسويها لزوارنا، عرضين في المسرح الطيور خاص بعروض ندخل فيها حيوانات الطيور فيها أكثر شيء، وعنا عرضين في مسرح الآسيوي وفيها خليط بين الطيور والحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى ميدان الطيور الجارحة اللي تتميز فيها الحيوانات الموجودة عندنا في شبه الجزيرة العربية، الصقور. نعم. والنسور لابد منها أكيد. في النهاية أستاذة منى نشوف أن نحن الحين نخطو خطواتنا الأولى لاجتياز جائحة كورونا، ولكن لا زالت دولة الإمارات بجميع قواها وجميع قطاعاتها تهتم ولا زالت تؤكد على الإجراءات الاحترازية، وبانطلاقة موسم جديد في دبي سفاري بارك أكيد كانت الكثير من هذه الإجراءات لا زالت موجودة، شو منها؟ نعم، في دبي سفاري بارك نقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتوجهات في ضمن التوجيهات الحكومية بالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة. نعم. في التي تطبقها المنتزهات العالمية، وهذا لضمان سلامة زوارنا وموظفينا والحيوانات. أيوة. طبعا. نعم. الكمام إلزامي في دبي سفاري بارك بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي، ونحن ننصح زوارنا أن يكون في حجز مسبق للتذاكر عبر الموقع الإلكتروني لدبي سفاري بارك. نعم، جميل جدا، شكرا جزيلا أستاذة منى الهاجري، شرفتينا اليوم. تسلمين. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، نشكركم على حسن متابعتكم. استوديو الظفرة دوم وياكم من الأحد إلى الخميس، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة الآن على الشاشة. دمتم بألف خير وفي أمان الله.